توقعات الفلكية لموجود برج الجوزاء خلال شهر أكتوبر 2018. رح يكون شهر أكتوبر شهر خفيف على موجود برج الجوزاء، رح يحب أكتر يستمتع بوقته، يظهر، يشوف رفقاته، يعزز علاقته مع أولاده، يمارس هوايات معينة. منه شهر جدي، منه شهر ضاغط، ولكن هون في شوي التقدم اللي حاصل لكوكب بلوتو برج الجدي رح يخليه شوي عايش صراع بين قد ايه هو حابب يتسلى ويستمتع بوقته من ميلة، وقد ايه هو حابب انه يركز على امور حقيقية من ميلة اخرى. بده هون ما كتير يغوص بالاعماق للاخير، لان ممكن يوصل شوي لزعل معين. اما من 20 شهر وصاعدا، فالامور بتتبدل، بصير هون الشغل هو اخذ اكثر من وقته، وراح يكون فرصه عند مولود برج الجوزاء انه يرجع يبتدي وظيفه معينه او يحصل على عرض وظيفي يمكن كان هو مقدم له قبل، بيرجعوا بيحكوه يمكن بشهر اكتوبر. الوضع العملي ليس بالسيء، بالعكس عنده فرصه لانه يرجع يشتغل بالوظيفه اللي هو بيحبذها، ومنيح كمان لانه يقدم على وظائف اخرى. الوضع الصحي كمان منه عاطل، ولكن ممكن بعد انه ممكن يرجع شوي ينشغل بقضية صحية كان لها فترة انتهت، بيرجع شوي بيشتغل عليها، ولكن اكيد الامور ليست بالسلبية، بالعكس ممكن يوصل لحل صحي نهائي خلال شهر اكتوبر 2018.